الدخول في البرلمانات لا أراه مهما كان القائل به، فإن الدخول في البرلمان معناه إقرار النتيجة ولو كانت حكم الطاغوت. وإذا كنت تعلم سلفا أنك ملزم بقبول هذه النتيجة فأنت على خطر. فهذه البرلمانات حكم الشعب للشعب، وإن أيدها صاحب أسئلة الثورة الذي ضل في هذا الكتاب ضلالا بعيدا فلا شك أن هذا الأمر. واقرأوا ردين جميلين على صاحب أسئلة الثورة ظهر وطبع ولله الحمد والمنة، أحدهما لأخينا فضيلة الشيخ علي بن أحمد أبابطين، والثاني جناية أسئلة الثورة على الإسلام لفضيلة الشيخ الدكتور فهد الفهيد. فإن هذا الكتاب قد دعا إلى الجاهلية الأولى المسمى بأسئلة الثورة، دعا صاحبه إلى الجاهلية الأولى تماما، وعرض حتى بحكم الخلفاء الراشدين، وقال وقرر جواز حكم الشعب للشعب وجواز أن يشرع الشعب لنفسه دون الرجوع إلى حكم الشريعة. فهذه فضيحة والعياذ بالله على أمثال هؤلاء الأدعياء.